كل عام شهر رمضان يديروا هذه الدوره للصحافه الوطنيه، وحنا كما نعرف كره القدم هي تجمع الشباب، كل شباب جزائري، وبهذه المناسبه تجمع بين كل الصحفيين الجزائريين، وحنا رانا دائما نرافقوا الصحافه الوطنيه ومثل هذه المبادرات راهي تاكد على ان الصحافه الوطنيه صحافه واحده وموحده. هذا سيت ان اسباس جينا باش نعقبوها مومون كونفيفيال. Une pensée à tous les gens qui nous ont quittés et inshallah persévérance à toute la presse sportive et toute la presse voilà ref كل ما هو رياضه كل ما هو كره القدم وكل ما هو محيط للاتحاد الجزائري لكره القدم وخاصه الرياضه هو لونفيرونمون نيميرو 1 دو لا فيدراسيون ارجيريان دو فوتبول. وهو التتويج للاعلام الرياضي الجزائري يعني بالدرجه الاولى في ظل هذه الاجواء الجميله والاخويه، يعني في الحقيقه اليوم عشنا عرس حقيقي يعني بامتياز في حضور الاعلاميين، في حضور ايضا شخصيات من عالم الرياضه وحتى من عالم الفن مثل ما شاهدتم في المباراه الاستعراضيه. الحمد لله اعتقد ان التنظيم كان ناجحا وحتى المستوى الفني ايضا كان مقبول جدا، يعني بدليل المنافسه القويه التي ميزت الدرجه وبين مختلف الفرق، فمبروك لكل فرق المشاركة ومبروك أيضا للفريق المتوج كان الألجيري.